an assembly may be in a dacht محدد to persons للأفراد or passers by أو للناس اللي ماشيين في الشوارع أو الأخير public order public health أو المؤسسات أو الأحزاب دي كلها تعتبر associations كل ده يعتبر associations ده كله يعتبر association freedom of association للاجتماعات الاحزاب اللقاءات سكوب الهدف منه ايه protecting freedom of association guarantees الحمايه حريه الاجتماعات تضمن the right of anyone الحق لاي واحد to found يؤسس جمعيه حزب الى اخره with like-minded الناس اللي هم ذو عقلية وأفراد بنفس التفكير بتاعه or to join an existing association أو إن هو يلتحق بأي جمعية أو حزب أو مؤسسة موجودة thus a strict one-party symbol that preclude the formation thus strict one-party system حزب واحد that precludes أو يمنع freedom of association للاجتماعات the formation of تشكيل of أو membership يا دكتور الاستاذ مش ليس إجباري nobody may be forced دكتور السلايدز مش شخص ميبي يمكن الضغط عليه نعم سامعيني يا شباب السلايدز مش باينه يا دكتور نعم السلايدز مش باينه واحد خليكم معايا خليكم معايا لو تسمعوا
شباب الشاشة واضحة؟ حد يرد؟ لا يا دكتور. ها؟ لسه ما ظهرتش يا دكتور. حد يرد؟ الشاشة واضحة؟ لسه يا دكتور. الشاشة ظهرت يا دكتور. ظهرت. الاجتماعات جرس تضمن the right of everyone حق كل واحد to found an association يؤسس شكل حزب جمعية إلى آخره with like-minded person مع ناس بالناس أو حزب أو هيئة موجودة already strict one party system فقط نظام حزب الواحد that precluded ان هو يمنع formation تشكيل او نشاطات activities of other political parties الاحزاب السياسية الاخرى ليش يعتبر تعدي على freedom of association للاجتماعات او للاحزاب الاخرى The formation of تشكيل يضغط عليه directly or indirectly by the state or by private members أو أفراد خاصين join a political party إنهم يضغطوا عليه يلتحق بحزب سياسي a religious session أو جمعية دينية a commercial أو نوادي رياضية. States are under an obligation. الدول تحت التزام to provide يوفروا the legal framework الهيكل القانوني for setting up a session تشكيل الأحزاب أو المؤسسات أو الجمعيات and to protect this right وحماية هذا الحق against ضد interference التداخل by private parties من الجهات الخاصة الخصوصية مش بس الدولة لا الـ private parts أي أحزاب أو جهات أخرى مؤسسة freedom of association حرية الجمعيات أو الأحزاب أو الهيئات include the right to form إنك أنت الحق تشكل تكون and join مؤسسات ESCR limitation الحدود بقى بتاع freedom of association حرية تكوين الجمعيات أو المؤسسات subject to same restriction معرضة للحدود أو limits as freedom زي ما هو في حرية الاجتماعات any limitations must be provided by law أي حدود أو التزامات must be provided يعني تكون محددة بالقانون necessary in democratic society طبعا مضرية في المجتمعات المفردة. and serve one of the purpose وتخدم one of the purpose justifying the freedom وتخدم اللي هو أسباب اللي كنت التداخل إذا كانت دولة أو الجهات الفردية الخصوصية namely the محددة بالضبط national security safety السلام الأفراد الشعب public الفوائد الجمة والحرية الآخرين أنت ت ت
تعمل حاجات الانترس بتاعك لازم يبقى انترس لاذرز. الفريدم بتاعتك لازم تاخد في اعتبارك فريدم اوف اذرز. Associations that advocate الجمعيات او advocate national اللي بتتعدى على الحاجات القومية racial او جنسية او religion او ديانية hatred الكراهية الدينية should be banned, يجب انها تلغى خالص. يعني انت تفضل لفايد قليل بيرسونت تو ارتكل تبقى للارتكل 20 بند اوف سي سي بي ار ناشونال او دعاية ناشونال ناشونال او ريشنال جنس أو كراهية دينية أو جنسية أو directly directly وزير أو نائب وزير أو بهذا الشكل أو through freely chosen representative أو من خلال ده بيعتبر indirect through freely chosen representative اللي هو من خلال أعضاء مجلس النواب اللي هو انتخبهم through freely chosen اللي أنت اخترتهم بحرية ممثلين لك اللي هم طبعا ده كده بيبقى government ممثلين أو إن هم بيحاسبوا government إدارة الدولة من النواب مجلس النواب. Everyone has the right to equal access, كل واحد عنده الحق الدخول to public service. بابليك سيرفيس الخدمة الوطنية، الخدمة الوطنية اللي هي وزير بمن هو وزير، رئيس مصلحة، رئيس جامعة، مدير مؤسسة إلى آخره. هذا تو إيكوال أكسس تو بابليك سيرفيس الخدمة المدنية. البابليك سيرفيس الخدمة المدنية اللي هي موظف حكومة يعني الرغبة من الشرف اللي الاساس اللي هي الرغبة او المشاركة المدينة shall be expressed يجب ان تعبر عنها by a periodic الدورية والجينيال اللي هي سليمة المضبوطة الانتخابات اللي انت بتتخذ ممثليك في مجلس الشعب اللي هم يتكونوا بعد كده الأكبر حزب يكون الحكومة يبقى منه الوزراء والخدمة أو انه يشارك مع الحكومة في المشاركة مع سن القوانين واللوائح وإلى آخره بواسطة الانتخاب المباشر أو الدولي تشكيل الحكومة أو انه هو بيشارك في وضع القوانين ومحاسبتها which shall be universal and equal service. لازم تبقى بين ان هي حاجة equal service اللي هي تحت مراقبة عالمية دولية يعني وعلى نفس المستوى and shall be held by secret vote. الانتخابات دي تتم by secret vote تحت مختومة سرية يعني أو يكون في free voting process أو أي حاجة معادلة لها free voting خطوات voting كل مواطن shall have the right يكون عنده الحق and the opportunity الحق والفرصة للآن to take part in the conduct of public affairs إنه يشارك في conduct في public affairs الخدمة الشؤون العامة بتاعت الدولة directly مباشر or through free chosen إما على طول بيبقى موظف وزير أو free chosen أو خلال إنه الانتخابات اللي بتعمل النواب اللي بيمارسوا حقهم في ممارسة محاسبة الحكومة أو تشكل من الحكومة.
to vote اولا اولا شخص عنده الرايت الحق انه يتعمل الفرصه الاتي انه ضد تم في الخدمه العامه دايركت كومبليشن تو فوت يدي صوته ان تو بي يعني حره حقيقيه بريودك الكشن انتخابات دوريه بهذا الشكل وشال بي باي يونيفرسال اند ايكوال زون هي تحت او رعايه او ممارسه في مستوى كل الافراد الاحزاب and shall be held by secret ballots ويتم حدوثها بانتخابات سرية guaranteeing تضمن the free expression تضمن التعبير الحر of the will رغبة الالكترونز الناس اللي تنتخب بهذا الشكل انتخب ناس وصلوا حرية to have access يكون عندهم حق في الدخول in general terms of equality هما على أساس من المتساواة في خدمة الدولة يعني يشهد أي وظيفة في الدولة فعلا. The right to take part in government الحق إنك تأخذ take part تساهم أو تشارك في الحكومة is the cornerstone حجر أساسي of modern الديمقراطية الحديثة and therefore crucial for and هام جدا كروش بربال للحق إيه؟ للبرلمان بهذا الشكل طبعا هو الرايت انه يكون صمد الكورتنس the correct implementation of this right التطبيق الصحيح لهذا الحق has direct implication لو تأثير مباشر for the democratic nature الطبيعة الديمقراطية of parliament الانتخابات والديمقراطية بتاعت البرلمان and ultimately بتنتخب لجنة تبقى تكون بحرية يبقى لازم ان ايه نيتشر اوف ذا بارلمنت نيتشر اوف ذا بارلمنت والبارلمنت والحرية العامة للبابليك اند اتس بوليسي وسياسات In fact, have three components. الحق ده له ثلاث مكونات which are expressed كما يعني له. أولا, the right to public participation. الحق في إنك تدي صوتك وإنك ترشح نفسك للانتخابات وتولي. Access to public service. Equal access. المساهمة. المشاركة. المتساوية الخدمة العامة يعني تأخذ أي وظيفة في الخدمة العامة بهذا الشكل General right to public participation الحق العام public participation المساهمة بتاعت public participation في الخدمة العامة ده the right to public participation public right الحق consist of a in my participation في الحكومة أو في الوزارة أو في الهيئات العامة أو لآخره. Indirect participation المساهمة الغير مباشرة. It's made elections. زمان بتم من خلال الانتخابات and the constitution of representative body
مجلس الشعب الأخير. That the people participation, that the people participate in the الشعب أو الأفراد participate يساهموا. In the conduct of public affairs يساهموا في the public في الفعل. Express their will بيعبروا عن رغبتهم. And hold the government to account. طبعا hold the government to account مش يمسكوا الحكومة to account. يعني يقدروا إن هم يحملوا محاسبة للحكومة على وده اللي بيقوم بيه المجلس النواب بيعمل استفسار استجواب أسئلة إلى آخره عن الحكومة. The Human Rights Committee لجنة حقوق الإنسان has stated نصت على الآتي قالت that the powers of representative bodies القوة لممثلين الجهات الممثلة دي should be legally enforced يجب أن تكون قوة قانونية and should not be restricted والآلة إنها محددة to advisory function لبس اللي إنها تدي نصايح أو واجبات أخرى فقط لا تبقى للتعليمات المحددة في الدستور. طبعا الدستور بيديله الحق في هذا. For parliaments truly to reflect the will of the people للبرلمانات لتعبر حقيقة رغبة الشعب. Elections must be good. اللي هو الانتخاب لازم يبقى ايه مظبوط جينيال حر وفريلي. Free حر and fair وعادل and دلت ايه not unduly long واجتمع not unduly long مش فترات طويلة لا لازم يبقى لها بريد كل 4 سنين 5 سنين حسب الدستور ما بيقول. In 1994 IBU and election right وحق الانتخاب يعني candidate نوع الشخص اللي بترشح البارتي الحزب بتاعه عند campaign الحملات الانتخابية بتاعته campaign rights and responsibility مسؤوليات بتاعة الأفراد and the rights and responsibility of the state والحق والمسؤوليات الدولة في أنها تنظم هذا طبعا The United Nations as part of its electoral system United Nations المتحدة as part of its electoral system في جزء من مساعدة بالنسبة للانتخابات and electoral observation و has also established وضعه كلير قوانين الانتخابية and إجراءات الانتخابات قوانين الانتخابات وإجراءات ده تم بهذا الشكل بالله خليكم معايا معلش
بيقول لحضراتكم ايه؟ For parliament really to reflect the will of the people, للبرلمانات دي كلها مجلس النواب والشعب ان هم بيعبروا عن رغبة افراد الشعب. election must be, يجب ان تكون الانتخابات حقيقية وحرة الانتخاب الالكشن الخيط حق الانتخاب الواحد يرشح نفسه كانديديت شر اللي هو الشخص اللي بيترشح بارتي الاحزاب انت كومبير رايتس وحملات الاكتبيه انت ريسبونسير للمسؤوليات انت رايت انت ريسبونسير للستيت الحق مسؤوليه الستيت. الشباب انتم مش معايا مع حضرتك يا دكتور. احنا مع حضرتك يا دكتور. معايا؟ معاك يا دكتور. الشاشة واضحة؟ الشاشة واضحة؟ لا البي دي اف مش مفتوح. لا يا دكتور البي دي اف مش مفتوح، احنا معود لنا الفايل نفسه اللي فيه البي دي افات. معلش الشبكة وحشة جدا جدا جدا، خليكم معايا اسمحوا يعني. خليكم معايا أرجوكم. اهو تاخد دلوقتي الشاشة واضحة عندكم. قلنا سنة 94 ديكلاريشن كريتيريا، ديكلاريشن يعني اعلان كراتير المعايير فور فري وفير الالكشن فري حر وعادل which specify criteria for voting تحدد المعايير المحددة للفوتنج للانتخاب election والانتخاب حق الإنسان في التصويت وفي الانتخاب الشخص اللي بترشح كانديديت شر الشخص اللي بترشح party الأحزاب and campaign rights اللي هو الحملات الانتخابية أندرس المسؤوليات أنت رئيس أندرس المسؤوليات والحقوق والمسؤوليات The United Nations as part of its electoral مساعدة معلش يا شباب الشبكة ما عرفش منها وحضرتك يا دكتور انت صوتك حضرتك صوتك بيقطع والصوره بتروح وبتيجي انا اسف جدا انا اسف جدا الشبكه وحشه جدا دلوقتي الدايركت بارتيسيبيشن المساهمه في البابليك افيرز في مش بس الناس اللي تم انتخابهم بس سيتيزنز تو الافراد المواطنين are able to participate directly in public affairs ان الناس الاخرين مش بس الافراد اللي دخلوا تم انتخابهم اللي في البابليك في الخدمه العامه لا ممكن يساهم في public affairs يبقى وزير يبقى رئيس مصلحه مدير رئيس جامعه الى اخره ايضا ثرو بابليك ديبيت طبعا ممكن هو بقى ممكن يعملوا ايه
public debate يعني مناقشات debate هي مناقشات حرة. With elected massive.